قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة والمواقف المصرية والمواقف العربية بشكل عام. ويمكن كنا عندنا القمة المصرية الفلسطينية والتي عقدت في القاهرة، نورنا وشرفنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والآن لدينا القمة الأردنية أيضا، و بطبيعة الحال القمة الأردنية فيها جلالة الملك عبد الله العاهل الأردني، طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس أبو مازن. معنا من الأردن السيد عبد الرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني. أهلا بك يا فندم. حياكم الله، الله يبارك فيك وجزاك الله خير. الله يخليك. على هذا الكلام الطيب الجميل المقنع الواضح لوجهة نظر إخواننا المصريين وللأمة العربية جميعا. الله يخليك معالي النائب. يعني مهم عندنا أن احنا نقدر نستطلع منك كيف ترى أو تحلل هذه القمة الأردنية التي أتت مباشرة بعد القمة في القاهرة، ومواقف الزعماء الثلاث من تصفية أو من الحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية. أسعد الله مساءكم وطاب الله أوقاتكم على الأمة العربية والإسلامية والنصر لإخواننا المجاهدين وفي غزة والصمود والشفاء العاجل للجرحى وللأطفال في فلسطين. أخي، هذه القمة التي عقدت بعد جولات طويلة قام بها جلالة الملك في العالم قبل منذ أكثر من 4 أشهر، وهو يحذر من مغبة هذه الحرب الإبادية الجماعية والتهجير القسري لإخواننا في غزة وفي فلسطين في آن واحد. لم يقتنع العالم، العالم كله توحد كما ذكرت في كلامك الطيب، أن العالم كله توحد ضد هؤلاء الناس، وكان إجبار العالم العربي حقيقة إلى الموافقة إلى تهجير إخواننا الفلسطينيين، وكان هنالك في صمود من إخواننا المصريين وصمود من جلالة الملك برفض كل أنواع التهجير مهما كانت لكم، وكانت هنالك جولات لوزير الخارجية الأمريكي، جولات مكوكية، وكانوا لم يتحدثوا ولم نسمع كلمة واحدة لإيقاف هذه الحرب الإجرامية السيئة، إنما دائما يتحدثون كما تحدث وزير المالية قبل يومين أو 3 أيام، وزير المالية الإسرائيلي، أن التهجير ويجب العرب أن يستوعبوا الفلسطينيين في غزة وتوزيعهم على الدول العربية. ما زال الفكر الحقيقة العالم والفكر الأمريكي والفكر الإسرائيلي في قضية التهجير القسري، وهذا يعني أن إنهاء هذه القضية على رمتها ولم يبقى شيء. كل ما يتحدث به هؤلاء الناس يتحدثوا عن أسرى 300 واحد، ولم يأبأوا أنه يوميا يقتل ما بين 200 ل 300 طفل وإمرأة، تهديم عشرات البيوت، هدمت الكنائس، هدمت الجوامع، هدمت البيوت، هدمت المستشفيات. هذه البشرية، هذا القتل الجماعي البشع التي حقيقة لم نسمع إلا من أحرار العالم. لذلك جاءت هذه القمة بعد قمم عربية متعددة كانت في السعودية وكانت القاهرة، واستمرار التشاور الأردني المصري لقواعد ثابتة، الأولى إيقاف هذه الحرب كاملة ومساعدة إخواننا الفلسطينيين، عدم التهجير كما ذكرت في كلامك الطيب من أي منطقة كانت، من نابلس إلى رام الله مرفوضة. هذا التهجير القسري وهذا التهجير الإجباري الذي ما زال في ذهن اليهود حقيقة هذا مرفوض ومرفوض ومرفوض. هذه فلسطين مختلفة عن أي بلد آخر، ليست كما حدث في إخواننا في سوريا، وليس كما حدث في أوكرانيا أو كما حدث في دول أخرى. هذه فلسطين يريد منها اليهود أن تنتهي وتصبح دولة يهودية كما يتحدث بتوراتهم وغيرهم. لذلك هذا التشاور العربي الذي نعتز به حقيقة في قيادة البلدين الأردن ومصر لتثبيت هذه التوابل، الأولى إيقاف هذا الحرب
وما بعد الحرب، والكل يخاف ما بعد الحرب، والخوف أن تتدحرج هذه المشكلة وتزداد اتساع رقعة، لأنه كما تعلم أخي أن الضفة الغربية هي على صفيح ساخن طبعا، وممكن أن يتفجر في أي لحظة من اللحظات، وهذه تكون مأساة ليس على الأردن ولا مصر، إنما على الأمة العربية كلها والأمة الإسلامية، وتتأثر فيها نيويورك وطوكيو قبل أي بلد آخر في العالم. طيب معالي النائب، يمكن هحتاج أن أنا أفهم منك أنه على سبيل المثال وللتذكرة أيضا، فإنه الزعماء الثلاث سبق لهم وأن رفضوا مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن عند قدومه للمنطقة، وكان يأتي بالأساس لمقابلة الزعماء الثلاث. الآن الزعماء الثلاث مجتمعون، ولا نرى تغيرا نهائي، مش هسميه نهائي، ولكن تغيرا جذريا في الموقف الأمريكي حتى بعد زيارة أنتوني بلينكن. ما الذي نستشرفه أو نتوقعه من المواقف الأمريكية خلال المستقبل القريب؟ ما زال الأمريكان حقيقة في غيبوبة لعدم المعرفة الواقعية، ولم يكن يتوقع هذا الصمود لإخواننا بغزة، هذا الصمود الذي أبهر العالم في مواقفه. لكن هذه المجزرة البشعة، وما زالوا يتكلموا بنفس اللغة، يتباكوا، يذهبون إلى قطر وإلى مصر يتباكوا على 300 أسير أو 200 أسير، ويجب علينا، لسه قبل شوي كانت في مقابلة لبلينكن أنه بيحكي إحنا علينا أن نبذل الجهد الكبير لإخراج الأسرى، وكأنه المشكلة هي الأسرى، ونسوها ما يذبح يوميا من 200 طفل وامرأة فيها. أين العدالة في هذه الأمر؟ أين الكلام الذين أشبعون فيه في قضية المرأة والطفل في كل العالم منذ سنوات، ويجب علينا حماية المرأة وتمكين المرأة وتمكين الطفل، أين ذهب هذا كله؟ وما زال يتحدثون للأسف الشديد بنفس اللغة، ولذلك هنالك التنسيق العربي ما يتم حقيقة بين جلالة الملك، وكان جلالة الملك واضحا حتى في زيارته لرواندو ليبين للعالم ما حدث قبل السنوات من الإبادة الجماعية التي حدثت خلال 100 يوم، وحيث أزيد أكثر من 1 مليون شخص في رواندو. هذه الإبادة الجماعية لهؤلاء الناس، عليهم أن يفهم العالم، يجب أن يتغير. لكن والحمد لله الصمود الفلسطيني على أرضه هو الذي يعطينا الأمل حقيقة لطحن هذه الفكرة التي، وما زال القادة العرب وما زال السيسي وجلالة الملك حقيقة مصرين على عدم التهجير، وقبل التهجير هو إيقاف هذه الحرب. وجلالة الملك حام العالم كله حقيقة منذ 4 أشهر، وتكلم في كل المنتديات العالمية يجب أن تقف هذه الحرب، لكن للأسف الشديد ما زالت اللغة نفسها واضحة، ومنذ أسابيع نشاهد أن هنالك صفيح ساخن في الضفة الغربية. صحيح. البارحة كانت في اقتحامات إلى جنين، كان في هدم بالجرافات إلى المواطنين الفلسطينيين، هذه مؤشرات خطيرة جدا حقيقة بما يحدث، لأن اليهود الآن يريدون أن يوسعوا رقعة الحرب حتى يهربوا مما حدث لهم في غزة. صحيح، وكأنه شكل من أشكال الهروب للأمام. أشكرك جدا معالي النائب السيد عبد الرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني. طيب